أحسن الله إليكم. في آخر أسئلتها تقول إن أمها أرضعتها ابنة خالتها، لكن أمها الآن لا تدري هل شربت مما أرضعتها أم لا، حيث كانت تخدشها عند الرضاعة ولا تقبل عليها. وأمي تقول: أمي لا تحتجب عن أخي تلك المرأة التي أرضعتها، لأنه يكون خالها من الرضاعة، فهل ما تفعله صحيح حين لا تحتجب عنه مع الشك في وصول الحليب إلى جوفها؟ إذا كانت أرضعتها خمس رضعات في الحولين، والمراد بالرضعة المصة، يعني يمص الثدي ثم يتركه ثم يمصه ثانية وهكذا إلى أن يكمل خمسا، حصلت الحرمة. قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي حديث عائشة: كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخ ذلك بخمس رضعات معلومات يحرمنا، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وإذا أشكل في أمر الرضاعة شيء أو ثبوتها أو نوعها، فالمرجع في هذا إلى القاضي. نعم.